الحد 23 النهارده مفيدة عيد ميلاد عمنا صلاح السعداني. صلاح السعداني ده جزء في ذكرياتنا وجزء مهم جدا من حياتنا، عمدة وشخصية متميزة جدا، عملاق في التمثيل، في الثقافة، في الإنسانية، في المواقف الحلوة. كل سنة وانت طيب صلاح السعداني. صلاح السعداني نجم النجوم، عمدة ليالي الحلمية، حبيب قلبنا، الفنان الجميل اللي ما عملش ولا دور غير ان احنا غير الادوار الرائعة المميزة، وخاصة العمدة. كل سنة وانت طيب وربنا يديك الصحة دايما. احنا النهاردة استوقفنا موضوع مهم جدا. احنا زي ما بنختار الاصدقاء، وكنا بنتكلم امبارح على فكرة الأصدقاء وبنعرف نختار بالحس ولا بالمواقف ولا ينفع ان احنا نختار الأعداء، يعني اختار عدوك ينفع؟ أنا مش مع المقولة دي، يعني محدش بيختار أعدائه، لكن عادة في طريقة تفكيري الأعداء بتتولد، يعني من غير ما تبقى أنت مختار أنك تبقى بتختار عدوك، انت بتلاقي اعداء في الطريق. انا بشوف مواجهة الاعداء بتبقى على حسب خطورتهم وقدرتك على مواجهة الخطر ده. يعني لو انت عندك عدو في الشغل، او عندك عدو قوي، او عندك عدو انت عارف ان هو يملك حاجات ازيد من اللي عندك، لازم تدير القتال بحكمة، لان هو قتال. يعني ما بقولكش تنسحب، لازم يبقى في قتال، بس ده نوع من القتال الذكي. لو عدوك انتوا الاتنين على نفس الأرضية، او ممكن يكون هو اقل، او يمكن يكون هو واحد انت ما تعرفوش بس هو قرر انه يبقى عدوك، انا بعتقد هنا ان طريقة التعامل مع العدو ده مختلف، لانه هنا احنا واحد فنقدر ان احنا نرد على بعض. في ناس ممكن تكسر للعدو بتاعها دراع، لكن في كل الحالات انا دائما ما بعتقدش ان احنا بننقي الاعداء، لكن احنا دائما مطلوب مننا مواجهة الاعداء، ولكن ازاي هو ده بقى الذكاء. طيب اختار اعدائك زي ما بتختار اصدقائك. انا دي مقولة مؤمنة بيها جدا. اولا فكرة ان العدو اللي هو ما عندوش شرف، ما عندوش قيم، ده ما تدخلش معاه معركة أصلا، لأن أنت هتخسرها من قبل ما تدخل. ليه؟ الشخص ده أو الشخصية دي ليه هتخسريها من قبل ما تخش؟ هقولك، الشخصية دي بتبقى زي الوحش. الوحش ده مكانه الطين. أوكي. فأنت لو دخلت مع الوحش لازم هيدخلك للطين بتاعه.